لازم موضوع بنكك ده ينحسم، لازم موضوع الكاش ينحسم. ويا اخواننا في موضوع مهم وموضوع خطير، في تجار الان قاعدين يجيبوا بضائع من الشماليه ومن الشرق، وبيجيبوا بضائع من تشاد ومن ليبيا ومن جنوب السودان، بيشيلوا الكاش وتاني برجعوه بالسودان هناك البنك حقهم هناك، عشان دارين يجففوا البلد من الكاش ويعطشوها من الكاش. في البلد ما شاء الله بلدنا ملانا خيرات، ملانا كل شيء، وهم دارين يستغلونا عشان يجففوا مننا الكاش. ونحن الموضوع ده لازم نحاربه كلنا كشعب سوداني، وكلنا كمواطن نحارب الموضوع ده، وكإدارة مدنية وكقوات دعم سريع نحارب الموضوع ده كلنا مع بعض. التجار اللي نوقفهم في حدهم ما ممكن يا أخي. أول حاجة يستغلوا الناس في بنكك وما بيقبل تشتري منه إلا بكاش، ومثلا الحاجة دي بخمسين كاش بديك لقيتها بمية بنكك. شيف الاستقلال ده، والدولار شيف الدولار بالكاش 225 وببنكك 270، تتخيل الكلام ده العقل بيستوعبه؟ لكن عندنا معاكم يوم، والله العظيم عندنا معاكم يوم. ويا ناس الإدارات المدنية الفوضى دي احسموها، أديتكم زي شهرين ما حزمتوها، والله العظيم انتوا ذاتكم نعرفكم كيزان عديل ومندسين وكتايب جهادية زيكم ناس البراوي وناس الفسادين دي. أي، السلام عليكم.